بدأ المخرج باسل الخطيب تصوير مشاهد فيلم الأم الذي تؤدي فيه الفنانة السورية سلافة وخرجي دور البطولة، ويتناول الفيلم قصة عائلة سورية متواضعة قلبت الحرب حياتها رأسا على عقب. وتجسد فواخرجي خلال أحداث الفيلم دور أم سورية، تشارك فيه الفنانة صباح الجزائري وديما قندلفت والمطربة نورة رحال التي لم تشارك بأي عمل سينمائي أو درامي منذ عامين. كما يشارك في البطولة الفنانان علي سطوف وعامر علي. شدت إلى وسطها ألواح الأقدار السبعة، وعلى رأسها وضعت تاج السهول، فمن محياها يشع الألق والبهاء، بيدها قبضت على الصولجان اللازوردي، وجيدها قد زين بعقد من أحجار كريمة، وعلى صدرها ثبتت جواهر متلألئة، ولكنها قد رصعت بخاتم ذهبي. أيها النار الإله، أهبك روحا نقية لم تمس، وجسدا معطرا بكل حكايات الحب والموت.